ناس كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتوما صحيحة؟ نتمناكم تكونوا على خير وبخير، بصحة جيدة ان شاء الله. نتمنى وليداتكم فات الصيف يا ربي يخرجوا بصحيحة وبسلامة، ويهز علينا ربي هذا الوباء نهائيا. واليوم بنات انتما غادي ندير معاكم غديوتي. عندي هنا الحمض الراس، غنصاوبها بالحمص، نتمنى تعجبكم البنات. عندي هنا نص كيلو د الحمض الراس، عندي هنا قزبرة معدنوس، الزيت، المليحة، العطرية، خلاص، البزار، سكنجبير، الخرقوم. عندي هنايا واحد الخمسة د البصلات، هانتوما البنات البصيلة باش تجي معسلة. عندي هنا زليفة د الحمص، نتمنى البنات يعجبكم بزاف، راه كيجي غزال هاد الحمض الراس بالحمص، كيجي فن. هانتوما نتمنى يعجبكم، هانتوما راه طريفة اللسان. نخلط اللسان والحمض الراس. ثم انا عندي قزبره معدنوس والثومه، سكنجبير، الثومه، عندي الخرقوم البنات، انا راه كنخلطو معلقه صغيره البزار، البزار يروي يسلم على الخام نتوما باش ما كيجيش كحل. عندي هنا الملحة، حسب الذوق. عندي هنايا الزويتة، وانتوما البنات غنقليه مزيان هاد الشهر نشحرو مزيان، عاد ندير عليه البصيلة. من بعد ما يتشحر ليا يطيب ليا شويه الحمض الراس، عاد تلوح عليه الحمص. وانتم تابعوني البنات، بعد ما يطيب ان شاء الله نوريكم النهايه ديالو. انتم البنات حنا رجعنا لكم بعد ما طابنا الحمض الراس ديالنا بالحمص. انتم كي كتجي راه كتجي معلكه البنات، كتجي بحال الكرعين. نتمناكم تجربوهم، راه ماشي شي حاجه كبيره، كنشارك معكم شي حاجه بسيطه، نتمناكم تقبلوا عليا. ونتمناكم البنات تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وشكرا لكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.